كان في زوجين على عهد رسول الله بيحبوا بعض قوي، شيء جميل يعني، نسأل الله عز وجل الألفة بين كل زوجين. الحب ده شيء جميل يا جماعة، يا ريت الناس يرجعوا يحبوا بعض زي الأول. زوجين بيحبوا بعض، قصة حب كانت رائعة. بين مين بقى؟ بين أبو سلمة وأم سلمة. أبو سلمة ده أول مهاجر إلى المدينة المنورة، أول صحابي هاجر للمدينة المنورة، النبي كان بيحبه جدا. وأم سلمة من زوجته كانوا يحبوا بعض الاثنين، يقعدوا بقى عارف أنت يقعدوا يقولوا شعر كده ويغزلوا بعض الاثنين، وكانوا متفقين مع بعض بيقوموا قاعدين بيدردشوا كده. ف أم سلمة بتقول لأبو سلمة، عارف يا أبو سلمة بعد الشر عليك يعني، أنا من غيرك ما أقدرش أعيش يعني، ما تعرفش ترتبط بشخص آخر. وأبو سلمة قال لها لا 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 لا، ده أنا من غيرك ما فيش، ما أقدرش أرتبط بوحدة تانية أبدا. بس قال لها بتحبيني يا أم سلمة؟ طبعا بحبك يا أبو سلمة. قال لها إن أنا مت وتقدم لك من هو خير مني اتجوزي. قالت له هو في حد زيك؟ هو في حد أحسن منك؟ ده أنت ما فيش حد في العالم كله زيك، مش ممكن، ده مستحيل، سبحانك يا رب. مات أبو سلمة رضي الله عنه، والنبي صلى عليه صلاة الجنازة ووقف عند قبره ودعا له. شو تخيلوا بقى، كان رجل عظيم قوي أبو سلمة ده. النبي وقف عند قبره وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. يا بختك يا أبو سلمة، دعوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس أم سلمة بقى، أم سلمة بتحبه جدا، عملت إيه يا جماعة؟ قالت لأبكين عليك بكاء ما بكته امرأة على بعلها قط. طول والله يا ابو سلمة لا عيط عليك عياط وابكي بكاء، ما في واحدة بكته على زوجها. وعملت كده لدرجة ان هم اطلقوا عليها ايم العرب. ايه ايم العرب؟ اي المرأة العربية التي فقدت زوجها. هو دي الوحيدة اللي فقدت زوجها؟ مليون واحدة فقدت زوجها. قالك الا دي، مفيش واحدة حزنت على جوزها قد ام سلمة ما حزنت على جوزها ابو سلمة. قالت لا ابكين عليك بكاء ما بكته امرأة على بعلها قط. راح النبي عزيها يا جماعة، قال لها اصبري يا أم سلمة، اصبري وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فأم سلمة تيجي تقول يا جماعة اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وبعدين تقول ايه؟ وهل هناك خير من أبي سلمة؟ مش أب، مش شايفة حد في الكرة الأرضية زي أبو سلمة. بتقول وهل هناك خير من أبي سلم؟ مفيش. بعد ما انقضت العدة بتاعتها تقدم أبو بكر الصديق لخطبتها. مستمعي الكرام، أنا يعني بشهدكم، أبو بكر الصديق في واحدة ترفضه؟ أبو بكر الصديق لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة لرجح إيمان أبو بكر، الأمة كلها ما فيش حد زي إيمان أبو بكر. أبو بكر الصديق جات له رسالة من ربنا عن طريق الوحي، يا أبا بكر إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله؟ في حد زي أبو بكر؟ بكى أبو بكر وقال وما لي لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضا. أبو بكر يترفض كعريس؟ أم سلمة رفضته، مش شايفة غير أبو سلمة قدامها. طيب اتقدم عمر بن الخطاب يخطبها، بس عرب دول كان عندهم شهامة ومروءة، فلك ازاي ديت واحنا في المدينة المنورة ودي تبقى قاعدة لوحديها وازاي وارملة ولازم حد يكفلها ويرعاها. تقدم عمر بن الخطاب لخطبتها، رفضت. انا بتهيأ لي يعني، ومحدش هيحاسبني على ان انا بتهيأ لي ان تلتين بناتنا فارس أحلامهم يتمنوا واحد زي عمر بن الخطاب في قوته وعدله وذكائه وحكمته رضي الله عن عمر. رفضته
أم سلمة رفضت عمر بن الخطاب. يا عارفين مين اللي جوزها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في خير من أبي سلمة ولا لأ؟ هي ما كانتش متخيلة بقى، تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وبعدين تقول لا لا لا، هو فيها زي أبو سلمة؟ وهل هناك خير من أبي سلمة؟ لا 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 أبدا، ما فيش زي أبو سلمة. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدنيا خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم، تقدم لخطبتها. فهي ست عاقلة وكبيرة في السن، تفتكروا النبي هيتجوزها ليه يعني؟ يعني عطفا وكرما منه ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله إني امرأة مسنة، ده أنا واحدة كبيرة في السن يعني، كأنها بتقول له هتتجوزني تعمل بيها إيه؟ فقال لها يا أم سلمة لقد بلغ بي مثل الذي بلغ بك، أنت كبيرة في السن وأنا كمان كبير في السن يعني. قالت له إن لي عيال، حد يتجوز واحدة عندها عيال وبعيالها؟ قال لها عيالك هم عيالي. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. التالتة بقى قالت له إني امرأة بي غيرة، أنا ست غيورة. طب أنت عايز إيه يا ست أم سلمة؟ يروح يطلق زوجاته اللي في البيت عشان يتجوزك؟ والنبي كان عنده زوجات صلى الله عليه وسلم. قال لها الغيرة سيذهبها الله إن شاء الله. غيورة جدا. قال لها ان شاء الله الغيرة هتزول. ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت غيرتها، لدرجة انه لما كان يروح لها النبي عليه الصلاة والسلام تجيب له المية يتوضى وتجيب له اللبن يشرب صلى الله عليه وسلم، ويصلي قيام الليل، ولما يأتي يأوي الى فراش عشان ينام بقى صلى الله عليه وسلم تقول له شرفك الله كما شرفتني واكرمك الله كما اكرمتني، تنازلت عن ليلتي لاختي عائشة. ازاي تتنزل عن ليلتها لواحدة تانية زوجة النبي طبعا ستنا عائشة، وما تقولوش ضرتها، ما تقولوش ضرتها، لا صاحبتها، والنبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة انه الانسان لما يصبر ويرضى بقضاء ربنا ويدعي ربنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هياخد خيري الدنيا والآخرة، يعني ياخد خير الدنيا وخير الآخرة.